إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. حجة الوداع، نتذكر في هذا اليوم حجة الوداع، حجة الإسلام أو حجة البلاغ، تسمى حجة الوداع، تسمى حجة الإسلام، تسمى حجة الوداع، حجة البلاغ. فيعود التاريخ بنا إلى السنة العاشرة للهجرة النبوية، حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الأولى والأخيرة، وقد خطب بيوم عرفة، أي في مثل هذا اليوم، ونحن اليوم نعيش يوم عرفة، يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وغداً اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. نعيش اليوم يوم عرفة، فيختزل التاريخ ويعود بنا التاريخ إلى السنة العاشرة لنستمع إلى بعض ما ورد في خطبة الوداع من حجة الوداع. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بيوم عرفة خطبة جامعة حاوية لتشريعات وأحكام، بل ولوصايا وإرشادات. مما ورد في خطبة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من العدوان على الأموال وعلى الأعراض وعلى الأنفس وعلى الدماء: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم بعد ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الثأر الذي كان سائداً في الجاهلية، فقال: أيها الناس، ودماؤكم موضوعة، هكذا ورد في نص الخطبة، ودماؤكم موضوعة، أي حرم بذلك الثأر بين الناس.
ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا التي حرمت بنص الكتاب في سورة البقرة الآية 275، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية لها ما يؤكدها في السنة، منها ما ورد في خطبة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب الجاهلية موضوع، ورب الجاهلية موضوع. وأول ربا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي منعه وحرمه، ربا العباس، بدأ بأسرته. ومما ورد أيضا في هذه الخطبة الجامعة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء. هذه من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم للرجال، قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في الأمهات، في البنات، في الأخوات، في الزوجات، في العمات، في الخالات، في سائر النساء، اتقوا الله في النساء. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. هذه الخطبة الجامعة النافعة رواها العديد من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، منهم أمنا عائشة رضي الله عنها وعن الجميع، زيد بن ثابت، أسامة بن زيد، ابن عباس، ابن مسعود. هذه الخطبة رواها العديد من الصحابة الذين كانوا حاضرين في عرفات، كانوا حاضرين حجة الوداع، كانوا حاضرين خطبة الوداع. وهذه الخطبة مبثوثة في الصحيحين وفي الموطأ وعند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن. ومما ورد في هذه الخطبة الجامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بأن مصيرهم الضلال والتيه والضياع إلا إذا استعصموا واعتصموا بأمرين: بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ختام الخطبة قال الرسول للصحب الكرام، لجميع الناس: اللهم إني قد بلغت، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ثم سأل الناس قائلا: هل بلغت؟ فقال الناس: نشهد بأنك بلغت وأديت ونصحت. ونحن أيضا نشهد للمصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم تقبل حج حجاجنا الميامين، اللهم اجعله حجا مبرورا، واجعل ذنبهم ذنبا مغفورا، واجعل سعيهم سعيا مشكورا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم خذ بنا بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
واستقيم وارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.